السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلابنا علماء المستقبل في الصف الحادي عشر الفرع العلمي. اليوم في مادتنا الفيزياء إن شاء الله حنتكلم في الجزء الثاني من درسنا الأول الجهد الكهربائي لشحنة نقطية، وحنشوف كيف هذا الجهد الكهربائي موجود حوالينا في مشاهدات وتطبيقات عملية في بعض الآلات. أكيد أنت الآن بتكون حليت الواجب البيتي السابق اللي بتكلم عن ثلاث شحنات كهربائية كيو و2 كيو وناقص كيو موضوعة في الهواء كما في الشكل. إذا علمت أن الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية اللي هي كيو عند النقطة بي يساوي 360 فولت، فاحسب مقدار كل من الشحنات الكهربائية الثلاث، وأيضا مطلوب عندي الجهد الكهربائي عند النقطة بي. إذا موجود عندنا مقدار الشحنات، الشحنة الأولى وهي الشحنة الثانية وهي الشحنة الثالثة. عندي الجهد الكهربائي عند النقطة بي معروف 360 فولت. إذا خلينا نبدأ بحل أول فرع اللي هو مقدار كل من الشحنات الكهربائية الثلاث. إحنا زي ما هو واضح معنا حناخد هذه الشحنة الأولى وهذه الشحنة الثانية وهذه الشحنة الثالثة، حناخد كمان المسافات. هذه عندي R1 وهذه عندي R2 وهي نعطيها الرمز R3 بتساوي، بنبدأ بمقدار كل من الشحنات. احنا بنطلع مقدار الشحنة اللي هي الأولى كيو، مقدار الشحنة الأولى كيو، وإيش المعطيات اللي عندي في السؤال؟ بحكي لي إنه الجهد الكهربائي الناشئ عن الشحنة كيو عند النقطة بي بيساوي 360 فولت اللي هو الجهد الناتج من النقطة أو الشحنة كيو فقط. فبالتالي الجهد الكهربائي لهذه النقطة بيساوي كي في كيو الأولى مقسومة على الآر واحد. هذا هو الجهد عند النقطة من رقم واحد، وهو معروف عندي مقداره حكينا 360 بتساوي الكي اللي هي 9 × 10^9 مضروبة في كيو واحد اللي بدنا نوجدها اللي هي مقدارها كيو، وخليني أحط عندها كيو فقط بدون الواحد لأنه هي مقدارها كيو، مقسوم على آر واحد اللي هي 10 سنتيمتر، يعني 10^-2. فبالتالي بنوجد انه كيو بتساوي 4 × 10^-9 كولوم او 4 نانو كولوم. اوجدنا احنا مقدار كيو. طيب كم مقدار الشحنه الثانيه؟ الان مقدار الشحنه الثانيه اللي هي 2 كيو اكيد بدها تكون ضعف الشحنه الاولى، فبالتالي بتساوي 8 × 10^-9 كولوم. بالنسبه للشحنه الثالثه اللي هي سالب كيو بتساوي السالب 4 × 10^-9 كولوم. إذا انتهينا من المطلوب الأول، أوجدنا مقدار كل من الشحنات الثلاث. المطلوب الثاني الجهد الكهربائي عند النقطة بي. الآن الجهد الكهربائي عند النقطة بي بدنا نذكر إنه هذه النقطة بي مين بيأثر عليها؟ ثلاث شحنات كهربائية، فبالتالي الجهد الكلي الناشئ عليها على النقطة بي بيساوي جهد الشحنة الأولى زائد جهد الشحنة الثانية زائد جهد الشحنة الثالثة. جهد الشحنة الأولى اللي هي كيو موجود معانا 360 في السؤال، نوجد الآن جهد الشحنة الثانية وجهد الشحنة الثالثة، وبدنا ننتبه على المسافات، مش كل المسافات متساوية. نوجد V2 اللي هي جهد الشحنة الثانية مقدارها 2 كيو، ف9 × 10^9 مضروبة في 2 كيو حكينا اللي هي مقدارها 8 × 10^-9 مقسومة على المسافة. المسافة عندي هون 8 سنتيمتر، يعني 8 × 10^-2، فبتكون عندي الجهد الثاني مقداره 900 فولت. احنا بكفي هون حسابات، هلا بقدر احسب ال VB فورا. وعندي الجهد الثالث ليش ما اوجدته؟ لانه الجهد الشحنة الثالثة لاحظ انه نفس مقدار الشحنة بس الاشارة اختلفت، ونفس المسافة، إذا هي نفس ال 360 وبحط أمامها إشارة سالبة، بصير جهد الشحنة الثالثة سالب 360. إذا ال VB أو الجهد الكلي بساوي جهد الشحنة الأولى 360 زائد 900 فولت ناقص 360 لأنه فيها إشارة سالبة أصلاً. إذا الإجابة النهائية للجهد عند النقطة B بساوي 900 فولت. إذا احنا أوجدنا الجهد الكهربائي عند النقطة بي بجمع جهود الشحنات الثلاث.
طبعا بتوقع منك كعادتنا النتاجات التالية بنهاية الدرس توضح المقصود بفرق الجهد الكهربائي والنظام الكهربائي المحافظ. تصف كميا فرق الجهد الكهربائي، وهذا موضوع تعريف هيك جديد حيظهر معنا، بين نقطتين في مجال كهربائي. حتربط التغير في طاقة الوضع الكهربائية مع الشغل، هذا شيء برضو عليه تطبيقات جدا واسعة اللي بيبذله في المجال في تحريك الشحنة من نقطة إلى أخرى. والهدف الرابع والنتاج الرابع تقارن بين تأثير القوة الكهربائية والقوة الخارجية المؤثرة في شحنة نقاطية. ونلاحظ أنه عندنا هون قوتين حيدخلوا معنا بالدرس، قوة كهربائية وقوة خارجية، حنفصل فيهم. إذن نذكرك باللي أخذناه سابقا، العلاقة بين الشغل والتغير في طاقة الوضع، هذا الموضوع اللي حنبدأ فيه. وبدنا نذكرك بإيش هو الجهد الكهربائي عند نقطة، اللي هو electric potential at a point. الكتريك بوتنشال غير عن الكتريك بوتنشال انرجي. الكتريك بوتنشال انرجي طاقة وضع، الكتريكال بوتنشال اللي هي الجهد الكهربائي. فبدنا اياها عند نقطة. حكينا سابقا انه هو الشغل الذي تبذله قوة خارجية لنقل وحدة الشحنة الموجبة. لما نحكي كلمة وحدة الشحنة الموجبة يعني في قسمة في الموضوع، بدنا نقسم الشغل على الشحنة حتى نوجد قديش الشغل المبذول لنقل وحدة شحنة موجبة بسرعة ثابتة، وهذا كان شرط مهم كثير عندنا حتى نحافظ على انه الشغل كله هو عبارة عن تغير في طاقة الوضع. طبعا من اللا نهاية الى تلك النقطة في المجال الكهربائي، فاحنا نقلناها من ما لا نهاية الى نقطة معينة، هي مثلا مقدارها A او النقطة سميناها A. فالجهد الكهربائي رياضيا عند نقطة أخذناها اللي هو عبارة V يساوي الشغل W مقسوم على الشحنة المنقولة Q small Q، وتساوي K في Q، Q هنا الكبيرة هذه اللي هي المولدة، الشحنة المولدة للمجال، مقسوم على ال R اللي هي بعد النقطة عن الشحنة المولدة. إذن حكينا هون الكيو الصغيرة هذه عبارة عن الشحنة المنقولة اللي بننقلها من المالانهاية مثلا إلى النقطة المطلوبة. الفي اللي هو حكينا الجهد الكهربائي، هنلاحظ هذا الجهد الكهربائي حكينا شو وحدته؟ فولت. هل ممكن من هذا القانون نوجد وحدة مكافئة للفولت؟ أكيد ممكن، اللي هي وحدتنا بتكون من الشغل مقسومة على الشحنة. الشغل هو عبارة عن وحدة جول، والشحنة وحدتها كولوم، فكلاهم بيعطوني إذن الفولت. إذن واحد فولت بيساوي واحد جول على واحد كولوم. نبدأ بالموضوع والتفصيل الأكثر، ما العلاقة بين الشغل والتغير في طاقة الوضع الكهربائية. بدي هلأ أفصل بين الشغل وعلاقة الشغل والتغير في طاقة الوضع اللي هي دلتا البي إي، والشغل حكينا إيش كان رمزه؟ دبليو. حنحكي أو نجزئ الدرس هون لجزئين. جزء عم بتكلم عن نقل الشحنة من اللانهاية إلى نقطة في مجال كهربائي، هذا بيحكي هون بالذات عن جهد نقطة. هون بدنا نوضح بيكون جهد النقطة كيف ممكن نحسبه. أما بالنسبة لنقل شحنة من نقطة إلى أخرى في مجال كهربائي، مثلا من نقطة هذه A إلى النقطة B، هون بنركز على فرق الجهد بين هذول النقطتين. إذن هون بنحكي عن فرق الجهد. خلينا إذا نبدأ بالتفصيل بالجزء الأول، نقل شحنة من اللانهاية إلى نقطة في مجال كهربائي. فعند نقل الآن الشحنة من اللانهاية إلى نقطة في مجال كهربائي، مثل الرسم اللي موجود معنا، نقلناها من اللانهاية لنقطة مثلا اسمها A، سميناها A. هنا في عنا شروط في هذا الانتقال وبهي الحركة، إن الشغل المبذول بواسطة هنا قوة خارجية. ليش هنا عم نعطي قوة خارجية أو نبذل قوة خارجية؟ لأنه إحنا لما يكون عندي الشحنة المولدة للمجال هنا موجبة، شو بدها تعمل بوحدة الشحنات الموجبة اللي موجودة معنا؟ بدها تتنافر. لكن هون إحنا بنجبر هاي الشحنة تتحرك عكس الحركة الطبيعية لإلها. الحركة الطبيعية لإلها أنها تتنافر، فأنا بجبرها باستخدام قوة خارجية وتأثير فيها بقوة خارجية أنها تقترب من هذه الشحنة بهذا تأثير إذن هاي القوة. كمان في عندنا شرط اللي هو نقل شحنة اختبار نقطية موجبة. احنا بننقل شحنة اختبار نقطية موجبة بهذا الرسم عندي. كمان النقل يكون بسرعة ثابتة، وحكينا السبب حتى يكون كل الشغل المبذول ناتج من تغير في طاقة الوضع وما بينتج عندي تغير في طاقة الحركة. كمان عندي النقل من اللانهاية إلى نقطة ما في المجال الكهربائي. نيجي هون بالأسفل، اربط شغل القوة الخارجية مع التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنة.
شو العلاقة بينهم؟ احنا هنعرف انه الان الشغل دائما ايش بيساوي لما اجي انقل شحنة من المالا نهاية الى النقطة A، بيساوي دلتا PE بشكل عام، اي تغير في طاقة الوضع PE potential energy، وكمان بيساوي كم بيساوي التغير هنا؟ مقدار طاقة الوضع النهائية ناقص طاقة الوضع البدائية. طيب طاقة الوضع النهائية اللي هي عند النقطة مين؟ نقطة A، فإذا أنا بكتبها بهذا الشكل، طاقة الوضع عند النقطة A ناقص طاقة الوضع البدائية اللي هي عند المالا نهاية. شو رأيكم بطاقة الوضع عند المالا نهاية؟ كم كانت بتساوي؟ وهنا كنا سميناها هنا منطقة المرجع، فهون عندي بتساوي صفر. إذا إحنا هنقتصر على الشغل من المالا نهاية للنقطة A، إنه هو فقط الشغل طاقة الوضع عند تلك النقطة، وبنستثني نشيل هذا الصفر إذا بتصير القانون بهذا الشكل. فإذا لما حكينا عن نقل شحنة من المالا نهاية لنقطة، إحنا هون بدنا نركز وقتها على الجهد الكهربائي عند هذه النقطة. الجهد الكهربائي عند نقطة فيه العلاقة التالية اللي بتوضح لي الفرق، اللي هو الجهد الكهربائي يساوي الشغل مقسوم على وحدة الشحنة، أي مقسوم على كيو. طبعا والشغل حكينا هذا الجهد طبعا عند النقطة A بيساوي إذن الشغل مبذول على كيو، الشغل مبذول عند نقل الشحنة من المالا نهاية للنقطة A. طيب إيش بيساوي الشغل المبذول عند نقل الشحنة من المالا نهاية للنقطة A؟ كان بيساوي تغير في طاقة الوضع، واللي هي اختصرناها طاقة الوضع اللي عند النقطة A مقسومة على الشحنة Q. إذن طاقة الوضع عند النقطة A مقسوم على الشحنة Q دائما تعطيني الجهد لتلك النقطة. كيف نقدر نعرف الجهد الكهربائي عند نقطة؟ هو حيكون عبارة عن طاقة الوضع عند في وحدة الشحنات الكهربائية، طاقة الوضع في تلك النقطة مقسومة على وحدة الشحنات الكهربائية. إذن طاقة الوضع الكهربائية عند نقطة مقسومة على وحدة الشحنة. طبعا وحدة الشحنة هون عندنا المنقولة. إذا نحن بالتالي حطينا العلاقة الرياضية اللي بتحكي لي عن الجهد الكهربائي وحطينا التعريف. الآن خلينا نوضح أكثر. لما نيجي الآن بالجزء الثاني من موضوعنا نحكي عن نقل شحنة من نقطة إلى أخرى في المجال الكهربائي. ليش إحنا سابقا شو عملنا؟ نقلنا من المالا نهاية لنقطة، الآن بدنا ننقل من نقطة مثلا A إلى النقطة B. برضو في عندي شروط لهذه الحركة أو لهذا النقل، إنه الشغل المبذول بواسطة قوة خارجية، لأنه إحنا حكينا عن بنحرك الشحنة الموجبة باتجاه الموجبة وهذا عكس طبيعتها وهذا عكس اتجاه المجال. كمان عندي نقل الشحنة اختبار نقطية موجبة، النقل بالسرعة الثابتة، والنقل من نقطة لأخرى ما في المجال الكهربائي. تعالوا هلأ نربط شغل القوة الخارجية مع التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنة. في هيك حالة الشغل الموجود معنا عند النقل الشحنة من A إلى B بيساوي عنا التغير في طاقة الوضع، حكينا هذه الصيغة العامة للشغل، تغير في طاقة الوضع، واللي بتساوي طاقة الوضع النهائية اللي هي عند النقطة B ناقص طاقة الوضع البدائية عند النقطة A. ممكن أكتب يعني الF اللي هي الفاينل والI اللي هي الانيشال البدائية. فبالتالي اللي ظهر معانا إنه الشغل دائماً عم بيساوي لي طاقة الوضع النهائية ناقص طاقة الوضع البدائية. وسؤالنا الآن، هل تقل طاقة الوضع الكهربائية للشحنة Q عند نقلها من النقطة I إلى النقطة F؟ I اللي هي الانيشال البدائية للنقطة F النهائية. ننظر الآن على الرسم. هاي عندي الشحنة الموجبة، الشحنة الموجبة هون بده ينقلها بهذا الاتجاه، ونلاحظ إنه من النقطة I للنقطة F. هل هون حركتي مع المجال؟ لا، هون حركتنا عكس المجال الكهربائي، فبالتالي بتكون طاقة الوضع عند النهاية أكبر من طاقة الوضع البدائية، بالضبط مثل ما إحنا نتحرك عكس اتجاه الجاذبية الأرضية مثلا للأعلى، الجاذبية للأسفل المجال، فبزيد طاقة الوضع نفس الشيء. هون بصير عندي طاقة إذن الوضع النهائية أكبر من طاقة الوضع البدائية.
بالنسبة الآن للنقطتين، لما نيجي حكينا عن نقطتين فبنحكي هون عن فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين، ما بنحكي عن جهد النقطة. فهون فرق الجهد بين نقطتين إيش معناه هون عندي، اللي هو electric potential difference، التغير في طاقة الوضع الكهربائية للشحنة Q عند انتقالها من نقطة إلى أخرى في المجال الكهربائي مقسوماً على الشحنة Q. إذن هو التغير في طاقة الوضع لاحظنا لمين؟ للشحنة Q اللي هي الشحنة اللي نقلناها، وأكيد هذا بيكون مقدار تغير في طاقة الوضع مقسوم على الشحنة. خلينا نحط إذن فرق الجهد بصيغة رياضية، نحطه إذن بالشكل التالي. عندي فرق الجهد اللي هو دلتا V. إيش بيساوي دلتا V؟ دلتا PE لتغير في طاقة الوضع حكينا لهذه الشحنة مقسوم على الشحنة نفسها اللي هي مقدارها Q. وهون كمان نفس الوحدة جول على كولوم تظهر معنا تكافئ وحدة فرق الجهد. وحدة فرق الجهد هي الفولت، نفس وحدة الجهد الكهربائي. العلاقة إذن اللي بتربط الشغل اللي بتبذل قوة خارجية والتغير في طاقة الوضع وفرق الجهد، إيش بدها تكون هذه العلاقة اللي حكينا بتربط الشغل اللي بتبذل قوة خارجية والتغير في طاقة الوضع وفرق الجهد؟ بدنا نربط هدول الثلاثة مع بعض. عنا الجهد نفسه، التغير فيه فرق التغير في الجهد بيساوي حكينا التغير في طاقة الوضع الكهربائية مقسومة على الشحنة. التغير في طاقة الوضع الكهربائية أيضا بتساوي الشغل، إذن الشغل مقسوم على Q أيضا بتساوي لي الدلتا V عند نقل الشحنة من نقطة مثلا A إلى النقطة B. ممكن أيضا نعيد ترتيب هذه العبارة أو هذه الجملة الرياضية، نقول الشغل يساوي الشحنة مضروبة في التغير في الجهد. التغير في الجهد ممكن نفصل فيه أكثر، نحكي أنه الكتلة Q اللي هي الشحنة الكهربائية المنقولة مضروبة في الجهد النهائي للنقطة B ناقص الجهد البدائي اللي هو عند النقطة كان A، هذا عند نقل الشحنة حكينا من A إلى B. هل في صيغة هيك بسيطة نعبر عنها VB ناقص VA؟ في عنا، ممكن نكتبها باختصار بهذا الشكل QVAB. كيف نقرأها؟ هاي عبارة عن فرق الجهد عند نقل الشحنة من A إلى B. إذن VAB هيك معناها هي فرق الجهد عند نقل الشحنة من A إلى B. هيك إذن ربطنا الشغل مع طاقة الوضع، وإحنا بنعرف إنه دلتا بي إي بتساوي الشغل نفسها، ووجدنا العلاقة بينها وبين فرق الجهد. فما العلاقة إذن التي تعبر عن شغل القوة الكهربائية؟ العلاقة اللي بتبين شغل القوة الكهربائية، هذا سؤال جديد إذن بفتح لنا هون تفصيل آخر. كنا بنحكي قبل عن القوة الخارجية، ولاحظوا الآن نحكي عن القوة مين؟ الكهربائية. ليش؟ شو الفرق بينهم؟ احنا لما تكلمنا على قوة قلنا كهربائية غير عن قوة خارجية. ليش؟ لأنه مثلا هذه كانت الشحنة المولدة Q، خطوط المجال الكهربائي خارجة منها بهذا الشكل، وحطينا شحنة كهربائية، هذه الشحنة اللي هي شحنة الاختبار Q، وضعناها في المجال، حركناها من نقطة إلى أخرى. هون حبذل قوة خارجية ولا قوة كهربائية؟ ما دام هون حركتها عكس المجال، إذا هون أنا عم ببذل قوة مالها خارجية. هاي القوة الخارجية حتخليها تتحرك عكس طبيعتها، يعني بدل ما تتنافر مع الموجبة رح أقربها، أنا أقربها أكثر من الموجبة، أجبرها تتحرك عكس المجال. أما بالنسبة للقوة الكهربائية رح تخلي الشحنة الكهربائية تمشي بشكل طبيعي مع المجال بهذا الشكل. إذا هذه الإف الكهربائية بيختلفوا عن بعض، لاحظنا الاتجاه عكس بعض. نيجي نفكر بهذا السؤال، وضعت شحنة كهربائية عند نقطة في مجال كهربائي، وفرق بين الجهد الكهربائي وطاقة الوضع الكهربائية للشحنة الموضوعة عند تلك النقطة. بدنا هون نفرق بين الجهد الكهربائي اللي هو V وطاقة الوضع الكهربائية اللي هي PE للشحنة الموضوعة عند تلك النقطة. أكيد في بينهم علاقة، إنه الـ V نفسها بتساوي الـ PE اللي هي طاقة الوضع مقسومة على الشحنة. يعني عندنا دائما لما تزيد طاقة الوضع معناته إنه زاد الجهد الموجود عند النقطة. وبدنا نيجي ندخل في موضوع القوة الكهربائية ونشبهها لنظام الجسم والأرض. فهون سؤال، ما المقصود بحفظ الطاقة في نظام الجسم والأرض؟
نظام الجسم والأرض، إحنا عندنا هي الأرض، هون سطح الأرض، وهي الأجسام مثلا مثل التفاحة لما تيجي تسقط للأسفل إيش بده يزداد؟ هون تزداد سرعتها أثناء حركتها، ممكن تكون تحركت من السكون تنتقل بعدين بتزيد سرعتها باتجاه الأسفل، هون بتزيد عندي الكاينتك إنرجي اللي هي طاقة الحركة. طيب شو بيكون بالنسبة للحركة بالعكس؟ يعني لو أنا رفعت جسم للأعلى شو بده يزيد؟ تبتعد عن سطح الأرض فبتزيد طاقة الوضع اللي هي البوتنشال إنرجي. فالأجسام لما تيجي تسقط للأسفل مثل التفاحة رح تزيد طاقة الحركة وتقل طاقة الوضع. كيف؟ بنفس المقدار ميزان، يعني زادت طاقة الحركة 5 جول طاقة الوضع هتقل 5 جول حتى يضل مجموعهم ماله ثابت. فهون بنحكي عن النظام إنه عندي حفظ للطاقة، إنه التغير في طاقة الحركة بتساوي تغير في طاقة الوضع. نفس الشيء بدنا نسقطه الآن للنظام الكهربائي. فعندي حفظ الطاقة، إذن في نظام المجال الكهربائي أو اللي هي الشحنة الكهربائية بحكي لي هنا 3 بنود أو 3 شروط. الشرط الأول إن القوة المؤثرة محافظة، هذا أول شرط بحكي لي عن حفظ الطاقة في هذا النظام اللي هو المجال الكهربائي والشحنة الكهربائية، أن يعني القوة المؤثرة محافظة. طب تاني شرط عنا أنه التغير في أو عندي ثبات، عندي ثبات في مقدار طاقة الحركة مع طاقة الوضع. إذن مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع دائما ثابتة أثناء الحركة، وإنه التغير، هذا الشرط الثالث، التغير في طاقة الحركة اللي هي KE kinetic energy زائد التغير في طاقة الوضع، إذن شو بده يكون بيساوي؟ بيساوي 0. وهدول الشروط المهمين جدا في موضوع النظام اللي بنسميه هنا نظام محافظ. يعني ما في طاقة ضائعة، الطاقة اللي بتكون طاقة وضع بتتحول لطاقة حركة والعكس، وبيكونوا دائما بنفس المقدار. فالآن خلينا هيك نكمل هذا الفراغ اللي موجود معنا، بيحكي لنا عن المجال الكهربائي والشحنة الكهربائية نظام محافظ. ماذا يعني؟ يعني مجموع طاقة فراغ وطاقة فراغ يساوي مقدار ثابت، أي أن المجموع الجبري لفراغ يساوي 0. شو رأيكم؟ كيف نقدر إذا نعبي الفراغ اللي عنا؟ هو بيحكي لي هون مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة يساوي مقدارا ثابتا، أي أن مجموع الجبري للتغير في طاقة الحركة وتغير في طاقة الوضع يساوي 0. إذا نحن هيك حلينا هذا التمرين. فطيب شو العلاقة اللي بتلخص لي موضوع النظام المحافظ؟ العلاقة اللي عندي موجودة في الميكانيكا اللي بين الجسم والأرض وأيضا في هون النظام الكهربائي اللي هي دلتا KE زائد دلتا PE شو بتساوي؟ حكينا 0. نحكي هنا إذن القاعدة المهمة، أنا عندي هنا مجال كهربائي مقداره E وعبرت عنه بهاي الخطوط اللي باللون الأخضر، وعندنا شحنة موجب كيو وعندي شحنة سالب كيو. بدنا هنا نوضح، إذا تحركت شحنة نقطية بقول لي موجبة أو سالبة، هاي الشحنة النقطية تحت تأثير القوة الكهربائية. إحنا هون بدنا نركز إنه عم بتتحرك بتأثير القوة الكهربائية، يعني بتتحرك بشكل طبيعي فقط وباتجاهها، فإن ذلك يؤدي إلى نقصان طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في الشحنة، مقابل أكيد نقصان في طاقة الوضع بيؤدي لزيادة في طاقة الحركة بشكل طبعا زيادة مساوية. إذن هون عندنا دائما لما نتكلم عن القوة الكهربائية المؤثرة، لو حددنا اتجاهها، القوة الكهربائية المؤثرة على الموجب كيو بتكون باتجاه المجال، والمؤثر على السالب كيو بتكون عكس اتجاه المجال. إذن هاي حركتها الطبيعية اللي بتكون تتأثر فيها بقوة كهربائية، وما في داعي أثر بقوة خارجية حتى أحركها بهذا الشكل. وبعد ما درسنا القوة الخارجية لوحدها والقوة الكهربائية بشكل منفصل عن الثاني، الآن بدنا نقارن بينهم ونجمعهم بهذه الطريقة. قارن بين تأثير القوة الخارجية والقوة الكهربائية. عندي القوة الخارجية المؤثرة هون على شحنة موجب كيو
وين بتكون اتجاه القوة الخارجية؟ رح تكون عكس اتجاه المجال الكهربائي، فبتكون هذه اتجاه القوة F، لأنها بدها تحركها بعكس اتجاه الطبيعي اللي هي بتتحركه عادة. الشحن الموجب بتتحرك مع المجال، هون رح تحركها عكس المجال. بالنسبة للموجب Q اللي بتتأثر بقوة كهربائية، وين بتكون القوة الكهربائية؟ باتجاه المجال، بهذا الشكل باتجاه المجال. طيب بيجي كمان نقارن بوصف كل منهم. الآن القوة الخارجية نرجع لها، إذا تحركت شحنة نقطية موجبة أو سالبة تحت تأثير القوة الخارجية فقط وباتجاهها، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة أم نقصان في طاقة الوضع الكهربائية. بدنا نحدد إيش بتكون إجابتنا هون، إيش نحط دائرة، على زيادة ولا نقصان في طاقة الوضع الكهربائية؟ الإجابة حتكون زيادة طاقة الوضع الكهربائية. حتى ممكن نتذكر نظام الجسم والأرض، لما تتحرك الكتلة عكس الجاذبية الأرضية بتزيد طاقة وضعها، مقابل زيادة أو نقصان في طاقتها الحركية. شو رأيكم هون؟ هل بيكون في زيادة أو نقصان في الطاقة الحركية؟ إحنا كنا حكينا شرط سابقاً إنه هون لما تيجي تأثر القوة الخارجية في الشحنة لازم تتحرك هذه الشحنة بسرعة ثابتة. كلمة سرعة ثابتة معناها إنه ما عندي تغير في الطاقة الحركية، إذن هون لا زيادة ولا نقصان، بده يكون عندي ثبات في الطاقة الحركية. إذن ثبات في الطاقة الحركية في حالة القوة الخارجية المؤثرة. نيجي بالنسبة للقوة الكهربائية الآن، إذا تحركت شحنة نقطية موجبة أو سالبة تحت تأثير القوة الكهربائية فقط وباتجاهها، فإن ذلك يؤدي إلى، حيؤدي لزيادة ولا نقصان طاقة الوضع الكهربائية المختزنة؟ حيؤدي إلى نقصان، لما تيجي تتحرك مع المجال تؤدي إلى نقصان طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في الشحنة، مقابل حيكون في زيادة ولا نقصان في طاقتها الحركية؟ هنا حيكون في زيادة في السرعة لما تيجي تتحرك الشحنة باتجاه المجال، هذا يؤدي إلى زيادة إذن الطاقة الحركية. طبعا الزيادة هون والنقصان بيكونوا بنفس المقدار. وهيك بعد ما قارنا بين القوة الخارجية والقوة الكهربائية، ولاحظنا إنه كيف اتجاه عندي القوة كمان بتأثر باتجاه معاكس للقوة الكهربائية، كمان ممكن نربط بينهم بعلاقة عن الشغل بالشكل التالي، إنه شغل القوة الخارجية يساوي سالب شغل القوة الكهربائية بهذا الشكل. يعني بقدر استخدم كل القوانين المتعلقة بشغل القوة الخارجية وحط لها إشارة سالبة حتى نتعامل مع القوة الكهربائية. نيجي هون سؤال أتحقق، أصف العلاقة التي تربط بين الشغل الذي تبذله قوة خارجية والتغير في طاقة الوضع الكهربائية عند نقل بروتون من نقطة إلى أخرى بعكس اتجاه المجال. وكمان طالب عندي، أي الجهدين أكبر، الجهد عند النقطة التي انتقل منها البروتون أم التي انتقل إليها؟ بهيك حالة بدنا نحكي هون، حكالي عن الشغل اللي بتبذله القوة مين؟ الخارجية، والتغير في طاقة الوضع. إذن العلاقة بين الشغل والتغير في طاقة الوضع بهيك حالة للقوة الخارجية إنها بتساويها، إذن الشغل بيساوي دلتا بي إي، أي التغير في طاقة الوضع. هذا إذا نقلنا البروتون حكينا من نقطة لأخرى عكس اتجاه المجال، وبهيك حالة طبعا طاقة الوضع النهائية أكبر من البدائية. فشو بيصير كيف بقدر استنتج أنه هلأ الجهدين مين أكبر، جهد عند النقطة اللي انتقل منها البروتون ولا اللي انتقل إليها؟ عندي هذا البروتون الموجب رح يتحرك بفعل القوة الخارجية، وبيكون هنا حركته عكس اتجاه المجال، فبالتالي عندنا الجهد عند النقطة النهائية اللي وصل لها بتكون أكبر من البدائية بهذا الشكل. إذن جهد النهائية أكبر من جهد البدائية، ولو حللنا ليش؟ لأنه عندي طاقة الوضع النهائية أكبر من طاقة الوضع البدائية. الآن هيك على المثال نحل ونتأكد إحنا فهمنا القوانين بشكل ممتاز. تحرك بروتون من النقطة A إلى النقطة B باتجاه المجال الكهربائي كما في الشكل. إذا علمت أن فرق الجهد بين النقطتين اللي هي الـ VB ناقص الـ VA بيساوي سالب 5 فولت بهذا الشكل، وشحنة البروتون هي موجودة عندي شحنة البروتون، فاحسب أولا شغل القوة الكهربائية المبذول لتحريك البروتون من A إلى B، وطالب كمان التغير في طاقة الوضع الكهربائية للبروتون.
طيب بهيك حالة لما يجي يطلب مني أول شيء شغل القوة الكهربائية المبذولة، أنا شو بدي أعمل؟ الشغل بدي أربطه بالتغير في طاقة الوضع أو بالتغير في الجهد نفسه. نبدأ إذن بحل الشغل من A إلى B بفعل القوة الكهربائية. ما دام قوة كهربائية حكينا إذن يساوي سالب شغل القوة الخارجية، يعني سالب التغير في طاقة الوضع، واللي نفسه بيساوي سالب Q في دلتا V. الدلتا V عندنا ممكن نكتبها بشكل مختصر، اللي هي عندي V A B، نفصل فيها أكثر، اللي هي سالب هلا مقدار الشحنة مضروبة في ال V النهائية اللي هي B مكتوبة في النهاية V B ناقص ال V A. الآن تعويض بالأرقام، عندي الشحنة اللي هي للبروتون 1.6، طبعا في سالب من القانون نفسه 1.6 في 10 قوة سالب 19 مضروبة في فرق الجهد اللي عندي هون موجود معانا VB ناقص الـ VA. طب شو عندي هون VB ناقص الـ VA؟ فعلا هي المطلوبة، إذن فورا ناقص 5. تظهر معي الإجابة 8 في 10 القوة سالب 19 جول. إذن إحنا أوجدنا مقدار الشغل اللي بتبذل هاي القوة الكهربائية، إنه بيساوي سالب التغير في طاقة الوضع الكهربائية، يعني سالب شغل القوة الخارجية. بالتالي الآن نيجي على الجزء الثاني من السؤال، دلتا بي إي. دلتا بي إي بقدر أوجدها مباشرة، لأنه أنا بعرف إنه دلتا بي إي بتساوي من العلاقة اللي كانت عندي هون مكتوبة كمان نفسها، تساوي دلتا كيو في دلتا في إي، دلتا في بتساوي عندنا إذن على طول الشحنة 9، الشحنة عفوا 1.6 في 10 قوة سالب 19 في 10 القوة سالب 19 مضروبة في التغير اللي هو سالب 5، فبتساوي سالب 8 في 10 القوة سالب 19، وأكيد وحدتها الجول. إذن العلاقة مباشرة بين التغير بطاقة الوضع والكيو في دلتا في اللي هي الشحنة مضروبة في التغير في الجهد. الآن مثال آخر بوضح لنا وجهة نظر أخرى أو جهة أخرى من التمارين. وضع إلكترون هون في وضع السكون عند النقطة C في مجال كهربائي للشحنة Q، فتحرك بفعل قوة المجال الكهربائي للشحنة إلى النقطة B. تحرك بفعل إيش؟ قوة المجال الكهربائي، وضح لي. ليخسر من طاقته، من طاقة وضعه الكهربائية 3.2 في 10 قوة سالب 18 جول. إذا علمت أن شحنة الإلكترون سالب 1.6 في 10 قوة سالب 19، فأجيب عما يلي. طبعا هون طالب أحدد اتجاه خطوط المجال الكهربائي، ونحسب مقدار فرق الجهد بين النقطتين، ونقارن بأيهما أكبر، وبالنهاية بدنا نحسب مقدار الشغل المبذول. نلاحظ إذن هنا نركز على المعطيات السؤال، هذا الإلكترون مواضع سكون إذن سرعته البدائية صفر، وقد نحتاج هاي المعلومة في الحل. عندنا كمان حكالنا بفعل قوة كهربائية اللي هي قوة المجال الكهربائي، يعني عم بتحرك، كمان خسرة من طاقة وضعه، إذن هو بنحط إشارة اللي هي سالبة لما يجي نعوض بمقدار طاقة الوضع أو دلتا بي إي. وشحنة الإلكترون موجودة، إذن نبدأ حلنا. في البداية طالب نحدد اتجاه خطوط المجال الكهربائي. هلأ الشحنة الموجودة معنا هي اللي بتقدر تحدد من خلال هاي الشحنة الموجودة، هي إلكترون عم تتحرك بهذا الاتجاه بفعل قوة إيش؟ كهربائية. لما نحكي قوة كهربائية، الإلكترون عادة كيف بتحرك مع خطوط المجال بشكله الطبيعي؟ بتحرك عكس خطوط المجال، فإذا خطوط المجال حتكون بهذا الاتجاه كلها للداخل. يعني هذه الشحنة الموجود معنا، شو رأيكم؟ الشحنة هذه المولدة للمجال شو بتكون؟ سالبة، لأنه كل الخطوط داخلة باتجاهها. أما بالنسبة للفرع الثاني، احسب مقدار فرق الجهد بين نقطتين V C D. فإحنا بهيك حالة ال V هذه C D شو بتساوي؟ هي حكينا هي عبارة عن تغير في طاقة الوضع لوحدة الشحنة، إذا دلتا P E مقسوم على Q. دلتا P E موجودة عندنا في السؤال، وعندنا الشحنة المنقولة أيضا موجودة، إذا تعويض مباشر الآن، سالب 3.2 في 10 القوة سالب 18 مقسومة على الشحنة سالب 1.6 في 10 القوة سالب 19.
تطلع الإجابة معانا 20 فولت إذا بعد ما نبسطها. إذا هيك إحنا أوجدنا فرق الجهد بين نقطتين سي ودي. الفرع جيم أيهما أكبر جهد، النقطة سي أم النقطة دي؟ بالنقطة هون سي إحنا بنعرف إنه اتجاه المجال الكهربائي بهذا الشكل، وما دامه عندي سي باتجاه خطوط المجال أو باتجاه سير المجال الكهربائي إذن بتكون عندي الجهد أقل، لأنه هي حسب حركة شحنة الاختبار وين عم تتحرك بتكون بتتحرك باتجاه جهد أقل وأقل، فبالتالي إذن النقطة اللي جهدها أكبر هي النقطة دي. النقطة دي. الآن الفرع الأخير من السؤال، احسب مقدار الشغل الذي بذلته القوة الكهربائية في تحريك الإلكترون من نقطة سي إلى النقطة دي. بالنسبة لشغل القوة الكهربائية هون بده يساوي سالب التغير في طاقة الوضع، لأنه شغل القوة الكهربائية بيساوي سالب شغل القوة الخارجية. إذن عندي دلتا بي إي موجودة في السؤال، مجرد أني أحط لها إشارة السالبة بتصير عندي سالب السالب 3 إذن فاصل 2 في 10 قوة سالب 18 جول. وإذا بدنا نربط هذا الموضوعنا بالحياة، بدنا نشوف عندي هنا بالعلوم الحياتية في عنا نوع من الأسماك اللي موجود في حوض الأمازون. هذه الأسماك بتعبي الكهرباء، يعني كيف؟ يعني لما تلمس الفريسة بتأدي لعمل شرارة كهربائية أو صعقة كهربائية، لأنه هي بتولد فرق جهد بين نقطتين في جسمها. فسبحان الله، يعني هذا الموضوع حتى الجهد الكهربائي بيدخل في الكائنات الحية. وبنهاية درسنا اليوم نتوقع أنك تكون توصلت للمفاهيم التالية، اللي هي الجهد الكهربائي حكينا عنه عند نقطة، وحكينا عن فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين، وحكينا كيف النظام الكهربائي المحافظ في يعني حفظ للطاقة. وكمان عندنا طاقة الوضع الكهربائية، إذا قلت بدها تزيد طاقة الحركة بنفس المقدار في النظام المحافظ. واجبنا البيتي إذن الآن نتوقع منك تكون تحله بالورقة والقلم حتى تختبر نفسك. بطارية سيارة تعمل بفرق جهد مقداره 12 فولت وتبذل شغلا مقداره 30 جول، فكم إلكترون يسري خلالها؟ وهيك بنكون انتهينا من درسنا، ونتوقع منك إن شاء الله الإصرار دائما، لأنه الإصرار لوحده هو الفرق بين الممكن والمستحيل. شكرا لكم.